الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. وراح ضحيتها طبعا من الجنسية الأسوية الشخصين. ورد بلاغ إلى غرفة عمليات بوجود حاد انهيار مبنى في منطقة دسمان. عاملان يقضيان في انهيار دسمان. الكويت تسبح فوق كنوز من الذهب الأسود. خفض نسبة الوفيات بعد الترشيد على الطرقات. تيم مالها هو ألف ليلة وليلة. تطلب المشروع عدة أشهر قبل التنفيذ، وهي أكبر قرية رملية في العالم. والبعض من هذه الموتات مستوحى من قصص الأطفال. ألف ليلة وليلة، قصة منحوتة رملية كويتية. أرنب في الطرقات ينافس في رالي السيارات. وفي النشرة، صلع الرجال بسبب الإهمال. في جديد مسلسل الانهيارات المتكررة للمباني، أودى سقوط جدار مبنى قصر الشيخ خزعل بحياة عاملين من جنسيات آسيوية. وتعتبر الديوانية الواقعة في منطقة دسمان أحد المباني التراثية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكانت تتم فيها عمليات ترميم بإشراف وزارة الأشغال العامة. وسرعان ما تحركت فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للإطفاء للتعامل مع الحادث، حيث كان العاملون تحت الأنقاض، وقد تم انتشال الجثث بأعمال يدوية بسبب طبيعة المكان التراثية التي لا تسمح باستخدام الآلات. في صباح هذا اليوم حوالي الساعة 8:30 وقع حادث مؤسف، نقول جدار في المتحف القديم الكويتي ديوانية خزعل، وراح ضحيتها طبعا من الجنسية الأسوية شخصين. ورد بلاغ إلى غرفة عمليات بوجود حاد انهيار مبنى في منطقة دسمان. تحركت فرق الهلالي وفرق الإنقاذ الفني، وصلت الفرق في غضون 3 دقائق. عند وصول الفرق وجد معلومات عن وجود عاملين تحت الأنقاض. إلى أرض الوطن عاد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قادما من جمهورية النمسا بعد زيارة خاصة، وكان في استقباله ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من أصحاب المعالي والشيوخ. وكان في وداع سموه في النمسا السفير الكويتي هناك صادق معرفي وأعضاء السفارة. على هامش مشاركته في الاجتماع 91 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط مصطفى الشمالي وجود استكشافات واعدة للكويت ستزيد من إنتاج وحجم الاحتياط اليومي لها في مجالي النفط والغاز وفقا لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2030. وقال الوزير إن هذه الاستكشافات ستعلن في الموعد المناسب، مضيفا أن الكويت تستهدف بلوغ الإنتاج اليومي من النفط ليبلغ 4 ملايين برميل عام 2020.
فرق التفتيش والرصد في الهيئة العامة للبيئة حررت محاضر معينة لمخيمات مخالفة يشكل وجودها إعاقة لأعمال شركة نفط الكويت، وتم التنبيه لإزالتها خلال 48 ساعة وفقا للاشتراطات البيئية. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي أن التفتيش والإزالة عينت المخيمات التي تعيق أعمال الحفر والتنقيب الخاصة بشركة نفط الكويت على طريق الأرتال بمشاركة وفود من البلدية ووزارة الداخلية وشركة نفط الكويت، مشيرا إلى أن التخييم العشوائي بدأ يؤثر على البيئة والغطاء النباتي ويشكل تعديا على المشاريع الحيوية للدولة. بتأكيدات على التعاون من أجل الدفع بمسيرة التنمية في البلاد، قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن الأعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس يعملون يدا بيد لدفع عجلة التنمية في البلاد وسرعة إنجاز المعاملات وإحالتها إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لتنفيذها. من جهة أخرى، أكد الجويسري قيام المجلس البلدي بتخصيص أراض متفرقة وتسليمها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية لتقوم بدورها في استصلاحها وتوزيعها على المواطنين. على انخفاض في معدلها جاءت نسبة الوفيات من جراء الحوادث المرورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية انخفاض معدل الوفيات من الحوادث المرورية 3%، وانخفضت نسبة الوفيات بين الكويتيين بمعدل 6%، كما أظهرت الإحصاءات تراجع المخالفات المرورية بأكثر من 7% العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. جمعية الهلال الأحمر الكويتي وزعت كسوة الشتاء على 300 أسرة سورية لاجئة إلى الأردن، وذلك ضمن حملة مساعدات إنسانية تنفذها الجمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني. كما وزعت أيضا مواد عينية تشمل أغذية وبطانيات على 1250 لاجئا سوريا يقيمون في عدد من الخيام في منطقة البقاع اللبنانية. وأكد سفير الكويت لدى الأردن حمد لدعي أن العطاء الكويتي للشعب السوري أصبح برنامج عمل للجهات الحكومية الكويتية الرسمية والشعبية، وأصبحت معالمه واضحة في مختلف مناطق تواجد اللاجئين. هي أكبر قرية رملية في العالم وأحد أبرز مشاريع كويتي وأفتخر يتم توثيقها لتكون وجهة سياحية جاذبة للناس من مختلف الدول، مستوحاة من قصة ألف ليلة وليلة. جولة في القرية الرملية مع ابتسام رمال في التقرير التالي. هي قصة ألف ليلة وليلة هنا في أكبر قرية رملية في العالم، وبأنامل 73 نحاتا عالميا من أكثر من 20 دولة. قرية تطلب بناؤها أكثر من 35 ألف طن من الرمل على مساحة 30 ألف متر مربع. ثيم مالها هو ألف ليلة وليلة، فالقصة ابتدأت من كم سنة كفكرة أن نعمل يعني حديقة كبيرة أو ملتقى للناس يحتوي على مجسمات رملية، والثيم هو ثيم ميدل إيسترن يعني الشرق الأوسط، هو عبارة عن ألف ليلة وليلة. فصار في اتصالات مع أكبر الشركات اللي موجودة حاليا بأمريكا على أساس أن تتبنى مع مشروع كويتي وافتخر أن يعملون رمال بارك بالكويت هنا. عندما تتجول بين قصص ألف ليلة وليلة تسافر إلى ذلك الخيال الجميل هنا لتستوقفك أيادي العديد من الفنانين الأجانب الذين ينحتون بالرمل. تطلب المشروع عدة أشهر قبل التنفيذ، وهي أكبر قرية رملية في العالم، وناقشنا أفكارا عدة تتلائم هنا حتى وصلنا إلى فكرة ألف ليلة وليلة،
وقمنا بالعديد من الأبحاث حتى نفذنا منحوتات القرية الرملية. الموضوع هو قصة ألف ليلة وليلة، والبعض من هذه المنحوتات مستوحى من قصص الأطفال، والبعض الآخر يتمحور حول قصص الرعب في الواقع، على أمل أن يرى المواطنون تلك القصص في المنحوتات، خاصة أن منحوتتي تطلبت حوالي الشهر من العمل. مجسمات القرية الرملية وثقت قصص ألف ليلة وليلة لتمتزج بالإبداع الفني وتوثيق الموروث العربي. أكبر قرية رملية في العالم مستوحاة من قصة ألف ليلة وليلة، وهي مجهزة لتكون ملتقى للحضارات وأيضاً وجهة سياحية جاذبة للناس من مختلف أنحاء العالم. ابتسام رمال، الراي. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اختتم فعاليات مهرجان الكويت المسرحي 14، وبهذا الصدد أعرب أمين عام المجلس علي اليوحى عن أمله في أن تكون فعاليات المهرجان قد شكلت إضافة نوعية لتطوير المسرح وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الشاملة سواء على المستوى الوطني أو على المستويين الخليجي والعربي. يسعدني أن أرحب بكم في ختام هذا المهرجان السنوي الذي يجمع كعادته مثل هذا الحشد الطيب من مختلف الشرائح ومن المهتمين بالشأن المسرحي، يلتقوا هنا على أرض الكويت بلد المحبة والعطاء، فيتواصلوا ويتفاعلوا فيما بينهم كما يتفاعلون مع جمهور المهرجان في أجواء احتفالية تتنوع ما بين عروض مسرحية وندوات من البحث والنقاش والتفكير في قضايا المسرح، والتي نامل أن تكون قد شكلت بأبحاثها ونتائجها إضافة نوعية على تطور المسرح وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الشاملة إن كان على المستوى الوطني أو على المستويين الخليجي والعربي بشكل عام. لا يتوقف جنون السرعة على محبي الراليات والناس، بل قد يتعدى ذلك، حيث دفع سباق رالي سيارات بأرنب للجنون، ما جعله ينطلق خلف إحدى السيارات داخلا معها في تحدي سرعة. ضرب مخة عبالة بيعطونا جائزة. تداول دون الطموح، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. من جديد أهلا بكم. غياب المحفزات الداعمة للاستقرار في أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي انعكس على عدم تماسك المؤشرات العامة للسوق، حيث قال تقرير الشركة الأولى للوساطة المالية إن هناك خمولا واضحا على مستوى حركة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بسبب غياب المبادرات سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى تراجع معدلات السيولة المتداولة بشكل لافت، ليبقى مستوى التداول تحت 20 مليون دينار لأكثر من مرة. وللمزيد عن أداء السوق خلال الأسبوع المنصرم ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي خالد الحربي. أولا، ما سبب انخفاض وتيرة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي؟
هو حقيقة يعني استمرار لضعف قيمة التداول وأحجام التداول مثل ما شفنا في عزوف عن الشراء في قرارات خوض من بعض المحافظ والصناديق، ما في سيولة داخلة هي اللي تعطي زخم، غير يعني احنا اعتقد اننا مجبلين على نهاية سنة مالية تقارن النتائج تأخذ قرارات الدخول او بناء على النتائج السنة المالية ان شاء الله. فحقيقة يعني السوق لثاني شهر يعني صحيح يعني اقفلنا في اخر جلسة على ارتفاع، لكن اللي ثاني شهر السوق مستمر في الانخفاض وتحقيق الخسائر واحجام وقيم السوق مثل ما تفضلت 20 مليون، هذا لا يعطي السوق زخم لا يعني حتى المضاربة. حقيقة السوق ضعيف واستمرار الضعف هذا شيء سلبي. نعم، إذن سيد خالد كيف من الممكن عودة السوق بحيث يرتفع معدل السيولة المتداولة إلى ما فوق 20 مليون دينار؟ حقيقة في يعني شغلات تكنيك، وهو عودة السوق من جديد يعني عملية اختراق ل 7800 وتأسيسنا فوق 7800 واسترجاع السوق لخسائره، نتائج مالية تعزز دخول وخصوصا السنة المالية يعني خلاص تنتهي وإعلان النتائج، فأكثر القرارات اللي قاعد نشوفها هولد عدم دخول، فبانتظار النتائج وأنا أعتقد استعادة السوق للنشاط من جديد يعتمد على شغلات تكنيك اللي هي العودة من جديد للسوق وعملية اختراق ل 7800 والتأسيس عليه حتى يستعيد السوق كتكنيك لمتوسطات متحركة 50 يوم و 100 يوم. نعم، المحلل المالي خالد الحربي شكرا جزيلا لك. سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 44 سنتا ليستقر عند مستوى 106 دولارات و49 سنتا مستفيدا من هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية مع توقعات بانتعاش أكبر اقتصاد في العالم على خلفية قرار مجلس الاحتياط الأمريكي بالبدء بتقليص برنامجه لمشتريات السندات فضلا عن بيانات إيجابية للطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. الأخضر يسترد الثالث، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. استرد فريق العربي مركزه الثالث في ترتيب الفرق في ختام القسم الأول من دوري فيفا لكرة القدم بفوزها الصعب على فريق الساحل بهدفين لهدف واحد. افتتح تسجيل حسين الموسوي في أول 35 ثانية وهو أسرع هدف يسجل في البطولة حتى الآن، وأدرك التعادل للضيوف ناصر الهاجري من كرة انفرادية، وقبل نهاية الشوط الأول عاد العربي للتقدم مرة أخرى عن طريق البديل محمد بعبا من كرة انفرادية، وبهذه النتيجة يرفع العربي رصيده إلى 26 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما بقى الساحل على رصيده السابق 13 نقطة ومحتلا المركز العاشر. وفي آخر لقاءات القسم الأول من دوري فيفا لكرة القدم وقبل توقف المسابقة لمدة شهر واحد لإفساح المجال لمشاركة المنتخب الكويتي في بطولة غرب آسيا، تخطى السالمية نظيره التضامن بثلاثة أهداف نظيفة جاءت بإقدام اللاعب نايف الزويد هدفين وفيصل العنزي هدفا واحدا، وبذلك يصبح رصيد السالمية 22 نقطة محافظا على مركزه السادس، بينما بقى التضامن على رصيده السابق 16 نقطة. وين بالجول؟ عدي الصيفي يصنع صيفي بيلعبها بينية صح وخطيرة بينية ما فيها شيء داخل المرمى. تساقط الشعر من أخطر المشاكل النفسية التي تواجه الرجال لإبراز وسامتهم، وبعيدا عن المعتقدات الخاطئة فإن لمشكلة تساقط الشعر حلولا توصلت إليها الدراسات العلمية، تفاصيلها في تقرير سمر الشدياق.
90% من الرجال يعانون من تساقط الشعر، الأمر الذي ينسحب على ثقتهم بأنفسهم وطريقة تعاملهم مع الآخرين. 40% من الرجال يظنون أن السبب الرئيسي لتعرضهم للصلع يعود إلى أسباب وراثية. أرقام تسير بالتوازي مع اعتقاد خاطئ لا يجعل الرجل يبحث عن حلول لهذه المشكلة. وعليه تؤكد الدراسات أنه على الرجال البدء في العمل على التغذية وتناول الفيتامينات ومستحضرات تقوية الشعر والعناية به حتى يتم التحكم بنسب تساقط الشعر وتقليصها. وأما مواقع يفقد الرجل ما يعادل 50% من شعر رأسه قبل أن يبدأ في اكتشاف المشكلة، تنصح الدراسات العلمية بالبدء في العناية بالشعر ومقاومة تساقطه عند سن 20 في مرحلة عمرية مبكرة يبدأ فيها ظهور مناطق صلعاء في مقدمة الرأس. وما يؤكد هذه الدراسة ارتفاع نسبة أرباح جراحات زراعة الشعر إلى مليار دولار هذا العام بخلاف أرباح الشركات المصنعة لمنتجات العناية بالشعر. سمر شديق نمور، الراي. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب. شكرا للمتابعة.